بما انه احنا في فصل الصيف والاجواء الحارة والبحر والسباحة وكمان الفواكه الصيفية اللذيذة، فجات في بالي فكرة مرة حلوة. بما انه قناتي مهتمة بالجورنال اكتر شيء، فقررت انه اجمع كل الاجواء الصيفية هذه واحطها في جورنال واحد. فيلا نبدأ بالجورنال. مرة من زمان على الجورنال، يعني آخر فيديو سويته ممكن قبل شهر أو شهرين ماني فاكرة، وكمان انتوا طلبتوا في الكومنتات هذا الشيء. فكرت اني اسوي مشروب منعش بما انه احنا في الصيف وانا قاعدة اسوي هذا الجورنال، فدحين راح اوريكم طريقة موهيتو مرة لذيذة ومنعشة. ودحين صار المشروب المنعش حقنا جاهز. مرة لذيذ المشروب. دحين أقدر إني أبدأ بالجورنال، ولأنه الجورنال اللي قاعدة أسويه في هذا الفيديو صيفي، فأول شي جاء في بالي هذا الشطرطون اللي أنا دائما أستعمله من علي إكسبرس للناس اللي تسأل. يعني هذا واحد من أكتر الواشي تيبس اللي أنا مرة أحبها. اخترت هذه الصورتين ما اعرف ليه، بس كده حسيت انها تمشي مع الثيم حق هذا الجورنال اللي هو الصيف، فقلت كل واحدة احطها في صفحة واحط حوالينا ستيكرز واشي تيبس وازينها. يعني الصورتين هذولا جبتهم من علي اكسبرس، كانت مع مجموعة من صور تانية بس انا اخترت هذول الاثنين لانه حسيتها تناسب اكتر لهذا الجورنال. وكمان اخذت هذه الشرطونات، كمان اتوقع اخذتها من علي اكسبرس. هذه واحدة من الواشي تيبس اللي مرة حسيتها تمشي مع ثيم هذا الجورنال، خصوصا انه عليها ليمون بكل الالوان، فمرة حسيتها تمشي مع هذا الجورنال. حتلاحظوا في هذا الجورنال انه انا استعمل مجموعة معينة من الالوان اللي هي خاصة بالصيف، زي اللون الاخضر، الاصفر، شوية من الازرق، وكمان وردي واحمر. اما دحين رح استعمل هاد الستيكي نوت. ما اتوقع انه هي ستيكي نوت لانها ما تلصق من ورا، هي مجرد ورق عادي. اخذتها من شي ان، قصيتها بالنص، النص الاول رح استعمله في اليمين والنص الثاني رح استعمله في اليسار، بس ما رح احطه دحين، رح احطه بعدين، حتشوفوها في الفيديو بعدين. بعدها قررت انه الون الاشياء الصغيرة هذه باللون الاصفر بهذا البروش بن من شركة زيبرا، اخذته من عند ستيشنري بال. ححط لكم كود الخصم حق ستيشنري بال على الشاشة اللي حابب انه يطلب من عندهم. احد المتابعين رسل لي فيديو واحدة قاعد تسوي جورنال، وكان في فكرة في الجورنال حقها انه تسوي زي المربعات، فقررت اني اسويها في هذا الجورنال الصيفي. ما اعرف كيف اشرح لكم كيف الطريقة، بس انه شوفوا هو هذه الفكرة. جبت شطرطون عادي و عملت على شكل مربع، بعدها جبت قلم يكون عريض، فأخذت أنا الكوبيك ماركر هذا، عملت خطوط زي ما انتو شايفين، بعدها شلت الشطرطون وأخذت قلم من الماركر العادي، بس إنه أهم شي يكون نحيف، وعملت خطوط بدا الشكل زي ما انتو شايفين في الفيديو. حاولت إني أختار قلمين بألوان متناسقة مع بعض، فأخترت اللون الوردي والأزرق، وبس هو هذا شكله. مرة حسيت إنها حلوة، فبس حبيت إني أحط حوالينا ستيكرز وأزينها. كنت محتارة بين ثلاثة من الستيكرز، فقعدت أجرب كل واحدة فيهم وأشوف إيش أكتر واحدة تناسب، فأخذت هذه، حسيت إنها مرة تمشي، وخصوصا إنها نفس ألوان الكوبيك ماركر اللي استعملته بالضبط. بعدها حننتقل للصفحة الثانية ونحط الصورة اللي اخترتها، لكن هذه المرة راح احط اللون الاصفر وشوية من الاحمر والوردي. فقصيت قطعة صغيرة من الورق اللي لونه اصفر ولصقته، وبعدها حطيت الصورة اللي اخترتها. بعدها حطيت مجموعة من الستيكرز اغلبها باللون الاخضر لان حبيت ادخل عليها اللون الاخضر، وزينتها حوالين الصورة. حاولت اني اختار ستيكرز على شكل فواكه بما انه الصيف معروف بفواكه لذيذة وخصوصا الحبحب. خليني اخذ طاقة من المشروب المنعش هذا وارجع لكم. اوكي يلا نكمل. قبل ما اكمل راح اعرض مجموعة من تعليقاتكم من الفيديو الماضي اللي كان بيمبال وذ مي. اللي حابب انه يشارك في هذه الفقرة، فكل اللي عليه انه يسويه انه يكتب تعليق تحت هذا الفيديو، وان شاء الله راح اطلعوه في الفيديو الجاي. وبما انه عجبتني فكرة المربعات اللي سويتها في الصفحة الاولى، فقررت اني اسويها برضو في الصفحة الثانية.
نفس الطريقة بالضبط، بس انه راح استعمل البرو ماركر هذه المرة، وكمان راح استعمل الوان مختلفة عشان تمشي مع الصفحة. حقيقي فكرة المربعات هذه مرة حلوة، حابة اشكر الشخص اللي رسل الفيديو اللي كان فيه له هذه المربعات، مرة شكرا. حتلاقوني اسوي هذه المربعات مرة كتير. بالنسبة للألوان هذه المرة فاستعملت للقلم العريض لون من ألوان البشرة، والقلم الفلومستر العادي النحيف فاستعملت لون وردي. أضفت شوية ستيكرز كلها باللون الأحمر، أخذتها من ستيشنري بال، وكمان حطيت هذا الواشي تيب برضو من ستيشنري بال على شكل بطيخ مرة كيوت، وكمان هذا الشطرطون برضو من ستيشنري بال. وبما أنه في الواشي تيب فيه له فراولة فحسيت أنه يمشي مع الثيم حق هذا الجورنال فحطيته في الجهتين. إذا تتذكروا هذه الورقة اللي قصيتها لنصين في بداية الفيديو، فدحين راح استعمل النص الثاني وراح أحطها في الصفحة الثانية من الجورنال هذا، وكمان راح أكتب عليها بس إن شاء الله بعدين. أخذت هذا الستيكر اللي على شكل رينبو من ستيشنري بال وقررت أني أقصه، يعني ما أبغى الخلفية بس أبغى الستيكر نفسه. دائما أحب أنه أستعمل الستيكرز بطرق مختلفة، يعني أنا مو لازم أستعمل الستيكر كامل، ممكن أني أقصه وأخذ جزء صغير منه إذا كان هذا الجزء يناسب أكتر في الجورنال إذا قصيته. وكمان سويته على الستيكرز هذه على شكل ورد، برضو أخذتها من ستيشنري بال. فيا أنصحكم أنكم تعتمدوا هذه الطريقة إذا كنتوا حابين أنكم تستعملوا الستيكرز بطرق مختلفة. واحدة من أشهر الأماكن اللي نروحها في الصيف اللي هي البحر، فأكيد لازم أحطها في الجورنال هذا. فعندي الستيكرز هذه على شكل بحر، فقررت أني أخذ واحدة منهم وألصقها وأحط فوقها واشي تيب لونه برتقالي. ويلا دحين نبدأ بفقرة الكتابة. أخذت هذا القلم اللي لونه وردي، وصراحة أخذت الكلام من جوجل لأنه مخي كان مرة فاضي، بس كتبت سمر وطلع لي كلام عن فصل الصيف فكتبته، ولأنه كانت مساحة الكتابة مرة قليلة فما كتبت كلام كتير لأنه ما كان في مكان غير الجزئية هذه، فكتبتها وخلصنا الكتابة. وهذا هو شكل الجورنال. من زمان ما سويت جورنال كده مليان بالألوان ما يكون بثيم لون واحد، فمرة استمتعت وأنا أسوي هذا الجورنال وحسيته مليء بالألوان، مرة حبيته صراحة. اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا أنكم تدعموني بلايك، وإذا لسه ما كنتم مشتركين بالقناة فأنزلوا تحت سووا سبسكرايب، شير لكل الناس اللي تعرفوهم، تابعوني على مواقع التواصل كلها موجودة تحت بصندوق الوصف. أشوفكم الأسبوع الجاي، باي باي.